تعرف من يبكي عليك عندما تموت؟ برأيكم من يبكي علينا عندما توافين المنية؟ قد لا تصدقون، معلومة قد تكون جديدة على الكثير، بل والله إنها حافز للتقدم بالزيادة إلى الخيرات. اسمع من يبكي عليك عندما تموت. يقول الله سبحانه وتعالى حينما أهلك قوم فرعون: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. روى ابن جرير في تفسيره عن ابن عباس أن رجلا سأل ابن عباس عن تفسير هذه الآية: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين، هل تبكي السماء والأرض على أحد؟ فقال رضي الله عنه: نعم، إنه ليس أحد من الخلاق إلا وله باب في السماء، منه ينزل رزقه ومنه يصعد عمله، فإذا مات المؤمن أغلق بابه من السماء الذي كان يصعد به عمله وينزل منه رزقه فيبكي عليه. إذا فقده مصلاه في الأرض التي كان يصلي فيها ويذكر الله عز وجل فيها بكت عليه. قال ابن عباس رضي الله عنه: إن الأرض تبكي على المؤمن 40 يوما. فقلت له: أتبكي الأرض؟ قال: أو تعجب، وما للأرض لا تبكي على عبد كان يعمرها بالركوع والسجود، وما للسماء لا تبكي على عبد كان لتكبيره وتسبيحه كدوي النحل في السماء. وحين تعمر مكانك وغرفتك بذكرك لله وتسبيحك وصلاتك وتلاوتك لكتاب الله عز وجل، فهي أيضا ستبكي عليك يوما ما حين تفارقها، إن كان هذا اليوم بعيدا أو قريبا. فاستغل عمرك كله في طاعة الله عز وجل حتى تبكي السماء والأرض عليك حين رحيلك.